قصت مع المرض من البداية. ألم شديد بالبطن، أول مرة أتعرض لألام. رحت على طبيب عام، طلب منه فحوصات، رحنا عملنا فحوصات. بعدها المستشفى طلب إنه نتحول على جراحة مناظير. حكيت أنا الأمور تطورت هان. بالفعل رحت على جراحة المناظير على مستشفى جامعة النجاح التخصصي عندنا بفلسطين. هلا بعد ما عملوا لنا ناظور تبين عندنا التشخيص، شخصونا بداء كرونز. ما بعرف شو داء كرونز، اول مره بسمع فيه، اول مره شو كرونز، ما كرونز ما بعرف. لما فهمنا شو كرونز صار عندي يأس. طيب ماشي، في داء كرونز، طب شو العلاج؟ ما كانت الطريقه واضحه انه في علاج نهائي، انه هيئ نفسيتك، هذا المرض حيعيش معك، اعتبره رفيق دربك، اعتبره يعني هذا حيعيش معك على طول من أولها. طيب شو المتوفر، شو العلاج اللي ممكن أقدر أعيش عليه أنا؟ كتبوا لنا جرعة كورتيزون، مضبطات مناعة، اللي هي عبارة عن حبوب إيميوران وإبر هيوميرا. طبعا الإبر هيوميرا هاي لمدى الحياة، إذا بدأنا في استخدامها أول ما شرحوا لنا عنها إنه ما يعني ما فيك تتركها، ما في يعني ما فيش حل آخر، ما عندي حل آخر. لأن بدون الإبر هاي، بدون مضبطات المناعة، في آلام مبرحة وشديدة طول الوقت، لدرجة إنه أنا كنت يعني ما في أكل، ما في شرب، لدرجة كنت أمشي بانحناء شديد، يعني لدرجة إنه أثر على العمود الفقري عندي. بالفعل اضطريت، والمريض مضطر دائما، مشيت فيهم. كان في تحسن في الشهر الأول، أو بالتحديد في بداية العلاج تحسن، وبلشت يعني أتحسن وأنصح وبلشت أكل. لكن للأسف الشديد خيبة الأمل كانت بعد ما راح مفعول الكورتيزون، صارت ترجع نكسات شديدة جدا، لدرجة إنه يعني ما كنت أكل بالأيام، شربات، أشياء بسيطة، أي شيء ممكن يعني أكله يصير في حرقة بالبطن شديدة. صرت أتخوف، بعد ما صرت أقرأ طبعاً وأثقف أفهم شو هو مرضي، صرت أتخوف من موضوع الانسداد، انسداد المعوي اللي ممكن يودينا ويؤدي لموضوع استئصال أجزاء من الأمعاء. طيب هل استئصال الأمعاء كان حل؟ طيب هل ممكن يكون حل؟ حاولت أفهم إنه هل ممكن يكون حل؟ لا، هو ممكن يكون حل لفترة، بعدين ترجع المناعة تهاجم أجزاء أخرى من الأمعاء، وممكن أحتاج لكمان استئصال للأسف الشديد. فظليت أبحث، أدور، أقرأ، أستطلع، أسأل، ما خليت أعشاب، شركات، يئست. 9 سنوات معاناة بين أيام ممكن ها يكون فيها تحسن بسيط، مع العلم أنا وزني كان 70 كيلو، وبسبب هذا المرض والعلاجات هاي نزلت 48 ل55. هو مريض كرونز عادة الوزن عنده غير مستقر للأسف يعني، فدائما معاناة. فظليت أبحث، أستقص، بدي علاج، يعني لابد بالزمن اللي إحنا فيه وبالمراحل المتقدمة اللي إحنا فيها لابد إنه يكون في علاج. فشاءت الأقدار عن طريق صاحب لرحمة والدي، اللي كانت وفاة والدي هي من أسباب الصدمة اللي أدت وهيئت بيئة لوجود الكرونز بحياتي، دلني الله يجزيه كل خير على شركة اسمها هيربل هوم بماليزيا. بماليزيا شو مودينا على ماليزيا؟ حكيت المضطر حيوصل على آخر العالم بالنهاية. بالفعل تواصلنا مع الشركة، تواصلنا مع المندوبين تابعونهم على الواتس أب، حكوا لنا في منتج عندنا اسمه أفوكا. طبعا أنا مجرب كل شيء بالحياة، شو أفوكا اللي بده يحل مشكلتي هذا؟ لكن أنا مجبر أجرب، ومش راح أترك إشي بالدنيا إلا ما أجربه، لأنه يروح ما بعدك روح مثل ما بحكي المثل، والنفس عزيزة وغالية على صاحبها ولا لا. فعشان هيك قررت أني أجرب أفوكا. طبعا قبل ما أجرب أفوكا كان الدكتور الخاص طبيب الجهاز الهضمي والباطني بالفحص الأخير إلي
أنا كان متشكل عندي ناسور، ناسور ينفذ جزء من هضم الأكل برا عن طريق السرة برا البطن. فمشكلة يعني حنوصل هان لمرحلة إنه يعني كان مقرر لعملية استئصال هذا الناسور. فبنفس الفترة سبحان الله إنه بنفس الفترة وصلت لهاي الشركة، حكيت قبل ما أقرر وأروح أعمل هاي العملية وأبلش أدخل بموضوع العمليات والاستئصالات ويصير العمر يقصر والمخاوف طيب ما أنا جربت بجرب شو بدي أعمل. بالفعل جربت، الصدمة هان كانت صدمة إيجابية، هاي أنا بالنسبة لي كانت إنه من أول يومين ثلاث أخذت فيهم المنتج أفوكا، أنا على أساس إنه يعني أخذت مكمل زي كثير من المكملات حاولت تساعدني، بس صدمة إنه طلع مكمل علاجي، إنه بلشت أتحسن. ثالث يوم رابع يوم صرت أتجرع على الأكل، أنا كان الأكل بالنسبة لي خصم يعني صعب جدا، إذا بخطأ باختيار أي أكلة يعني مضاعفاتها شديدة علي، ممكن تسحبني بنكسة كرونز طويلة لمدة أشهر وممكن من السنة للسنة، لا هيوميرا ولا مثبطات إلا أظل أخذ كورتوزونات، ومصيبة يعني كانت أثارها مصيبة مدمرة جدا، صابني يعني من أثارها التهاب مزمن لفترة 3 أشهر في إذن اليسرى، صابني وجع مفاصل وجع ركب، حتى انه قاع ظهري للاسف الشديد انه لما اقعد اتعب، اذا بمشي اكثر من 10 دقائق تعب رهيب بعظم القدمين من تحت. هلا لما مشيت يعني قدرت اوصل لأفوكا مع انه يعني بصعوبه حاولت، لانه انا من فلسطين والحياه علينا شوي يعني محدوده، لكن بدي اجتهد على موضوعي، اذا انا بدي احسن من حالي واحسن من صحتي واجتهد على موضوع علاجي لازم اجتهد. بالفعل توصلت لمرحلة إنه يصلني هذا العلاج وجربته، ومن أول أيام مثل ما حكيت إنه كانت النتائج صادمة ورهيبة جدا. الأسبوع الأول الأسبوع الثاني نسب نجاح رهيبة، يعني لا منطق ولا عقل يقبله. الشهر الأول حسيت إنه أنا اختفى النسور تماما، سكر، أنا مش بحاجة لعمليات، مع أنه أنا المفروض أرجع أكمل فحوصاتي. أنا عملت الرنين المغناطيسي كان ضايل علي الصورة الطبقي وضايل علي التنظير، الآن ما عملت ولا شيء، رجعت طبيعي. حكيت طيب ما أزيد الخير خيرين، ألتزم بنظام غذائي أولها وألعب رياضة. بالفعل صرت أتحسن بشكل ملحوظ وكبير لدرجة أهلي ما شاء الله شو انت شو اللي صار معك، يعني شو بتتحسن قاعد، لنا سنين ما شفناك هيك. عمامي، ابناء عمومتي، قرايبي، اصدقائي في المنطقه كلهم منصدمين، يعني انت يا سعد ما شاء الله عليك، شو اللي متغير معك، ان شاء الله انك تحسنت، ان شاء الله انك شفيت، يعني من مراحل يأس، من مراحل إحباط كنا، يعني للأمانة كان الموضوع يعني تجربة صعبة وصعبة مؤلمة. وأكيد كل مريض كرونز وكل مريض قولون تقرحي أو ما يشبهها من الأمراض، كانديدا، قولون عصبي، الأمراض المزمنة الصعبة جدا للأسف الشديد، أنا متأكد هم بمعاناة هسه بين أدوية مثبطات المناعة وبين الأعراض الجانبية إلها. هلأ أنا بصراحة بدي أنقولهم بشرة صارة من هان إنه لا تسكتوا، أنا متأكد زي ما أنا جربت بال8-9 سنوات الماضية أنتوا جربتوا، وفي منكم يعني مرضى كرونز وأمراض مناعية بجوز 15-20 سنة، في مرضى جدد، أنا بنصحكم مرضى الجدد ياخذوها من قصيرها وجرب أفوكا من أولها وشوف كيف ترجع لحياتك الطبيعية ومش راح تخسر اللي احنا خسرناه. بالنسبة للمرضى اللي أكثر مني والأقدم مني يعني بحب أبشركم إن مع العسر يسرى، جرب أفوكا، اللي خسرته كله راح تنساه هذا بلحظة، وراح يتجدد عندك الأمل وراح ترجع تحب الحياة من جديد، راح ترجع على كل المستويات، على مستوى جسمك بشكل عام، على كل المستويات.
راح ترجع تلعب رياضة إذا أنت نفسك تلعب رياضة، نفسك بأكلات من سنين حترجع تأكلها وبشراها كمان، لدرجة إنه حصير تأكل بدل وجبة ثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، والله العظيم من غير حلفان إن بعد منتج أفوكا رجعت حياتي أفضل مما كانت عليها.